يلا قولي ايه اللي بيحصل هنا هون. يلا اوصف لي الصورة دي. المنديل في الباسكت. هايل، حلو قوي. تعال نشوف واحدة كمان. الولد بيمسح حبل باسكت في وشه. ايه؟ ما فهمتش. قول تاني، اوصف لي ايه اللي بيحصل في الصورة. انت شايف ايه هنا؟ بيغسل فرش. مين ده؟ الولد. الولد بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة صح. بيعمل حاجة صح، برافو. طيب هو بيعمل ايه الحاجة الصح اللي بيعملها؟ يلا يا ريان، ايه الحاجة الصح اللي بيعملها؟ ايه الحاجة الصح اللي بيعملها يا ريان؟ مين اللي في الصورة؟ مين اللي في الصورة ده؟ مين؟ الولد. بيعمل ايه الولد؟ بيسرح الفرشة. هو بيصرح بالفرشة؟ ايه ده؟ هو في حد بيصرح اسنان؟ يا خبر ابيض، ايه الكلام ده؟ ايه الولد ده بيعمل ايه؟ هو ماسك فرشة شعر؟ لا. امال فرشة ايه؟ اسنان. حلو خالص. طيب يبقى هو بيعمل ايه في اسنانه؟ بيغسل بيه. بيغسلها. يبقى الولد بيغسل اسنان بايه؟ بالفرش. يبقى اقولها لي كده تاني. يلا اوصف لي الصورة دي فيها ايه. الولد ده بيعمل ايه؟ بيغسل اسنان. بيغسل اسنان بايه؟ بالفرشة. ماشي، تعال نشوف صورة كمان. الولد بيصب العصير. الولد بيصب العصير فين؟ في الكوباية. حلو قوي. يبقى الولد ده بيعمل ايه؟ بيصب العصير. كمل. ده بيصب العصير في الكوباية. هايل. لا ممكن بس ما تدنيش الصور لو سمحت. الولد ولد بيقص المقص. انت كنت هتقولها حلو قوي. الولد بيقص بالمقص. ولد بيقص بالمقص. حلو خالص. طب هو بيقص ايه؟ المقص. بيقص ايه يعني؟ انا لما هاجي اقص هقص المقص؟ لا، انا بقص ايه؟ بقص ايه دي؟ ببص. بقص ايه؟ ورقة. يبقى الولد هنا بيعمل ايه؟ بيقص. بيقص ايه؟ المقص. تاني، بيقص ايه؟ الورق. الورقة بايه؟ بالمقص. يبقى الولد يقص ورقة بالمقص. بالمقص. تاني قولي كده اللي بيحصل هنا. ولد بيقص الورقة بالمقص. يا ولد يا لعيب. تعال ناخد بنات. لا. البنت دي بتعمل ايه؟ بتاكل السندوتش. يا ولد يا لعيب. طب شوف صورة تانية. البنت بتاكل الموز. ايه؟ البنت دي بتاكل الموزة؟ هي بتاكل الموزة؟ لا. بتعمل ايه بقى؟ بتقشر الموزة بعدين تاكلها. يا ولد يا لعيب. تعال نشوف بنت كمان. بنت بتعمل ايه؟ بتطلع على السلم. بتطلع فين؟ على بس على السلم. ايوه، هي بتطلع على السلم. فين بتطلع؟ تحت؟ لا، فوق. بتطلع فوق. يبقى البنت بتطلع فوق على السلم. يا ولد. يلا نشوف صورة كمان. كمان واحدة. يلا. البنت بتكتب القلم بالألوان. لا تاني كده، واحدة واحدة. تاني كده، واحدة واحدة. دي مين؟ بنت. ماسكة ايه؟ قلم أحمر. قلم لونه أحمر. بتعمل بيه ايه؟ بتكتبه. بتكتب بيه؟ لا، هي بتلون. هي
هي بتلون. يبقى البنت بتلون بقلم لونه أحمر. بالقلم لونه أحمر. ماشي، البنت بتعمل إيه هنا؟ بتلون لونه أحمر. بتلون بالقلم لونه أحمر. لونه أحمر. حلو خالص، يبقى البنت بتلون بقلم لونه أحمر. حلو خالص، تعال نشوف آخر صورة. يلا مين دي؟ بنت. بتعمل إيه؟ بتكلم في التليفون. بتتكلم في التليفون. هي تفتكر بتكلم مين؟ في التليفون. بتكلم مين؟ مين؟ نعم. هي بتكلم مين؟ في التليفون. ما بقولش بتتكلم في ايه، انا عارف هي بتتكلم في التليفون. احنا لما بنيجي نتكلم في التليفون مش بنكلم حد؟ اه. انت لما بتتكلم في التليفون بتكلم مين؟ بتكلم بابا. بتكلم بابا. مين اللي بيكلم بابا؟ انا. يبقى انا لما بتكلم في التليفون بكلم بابا. والبنت دي بتتكلم مع مين؟ مع بابا. يا ولد يا لعيب،